لنا سلمية عار ولا يعيد العزة إلا السيف. هذه المشاهد لمدارس داعشية لتنشئة الأطفال بعقيدة متطرفة ليصبحوا بارعين بالعنف والإجرام، فقد جردوا الصغار بها من كل معاني الطفولة والإنسانية وليكونوا ما يسمى بأشبال الخلافة أو داعش الصغيرة التي هي أشد خطراً من سابقتها. يسمونه شبر، يعني تاي كبر على دينهم. شلون يعلمون؟ شو يعلمون؟ يعلمون على السلاح والعقيدة. هل رأى أحد منكم مثل هذه الجائزة؟ الذين فازوا في هذه المسابقة لهم جائزة، وهي إقامة حد الله سبحانه وتعالى على مرتدين. الطفولة ترجمة لأثير الضمير الأبيض الذي لا يعرف حدودا ولا تشويها، لكن عندما أقحمها داعش بالتطرف أصبحت هذه البراءة منقوعة بالدم. جو الجيش راح نلبسكم حزامات ناسفة وتفجرون نفسكم. انه يدرسونا على سلاح، شلون نقضب سلاح. هيك يقول نقضب سلاح. من يذبحون انت شو تسوي؟ هيك اقمر. ليش تقمر؟ يخافونكم؟ وليش؟ يذبحون شنو يذبحونه؟ يذبحونه بالسيف. يعني سيف ويذبحونه ذبح؟ لا، قطع راسه. هذا ما زرعه داعش لدى الأطفال حتى نكون جائزتهم الكبرى. صناعة أشبال الخلافة هو مشروع صامت لحرب مستقبلية على الأمد القادم، والأشد الذي يكمن فيها هو سلخ روح الطفولة والأنسنة وتهيئتهم فكريا بالأحقاد والكراهية، حتى إذا كبروا صاروا ماكينة قتل بامتياز لا وجود لشعور أو ضمير.